نعم أستاذ حسان، يعني كثير من الطلبة بيسأل سؤال إنه كيف أنا أدرس للامتحان، كيف أذاكر للامتحان، كيفية المذاكرة للامتحانات؟ بداية يعني أول حاجة بدي عشان أتذكر المادة صح بدي أراجع المادة كاملة. يعني اليوم أنا بقدر في وأنا قاعد براجع بتلاقيني كاتب على الملخصات، ممكن تلاقي بعض المدرسين عامل ملخص شامل للمادة بعدة صفحات مختصرات، هذه تعتبر زي كلمات مفتاحية للحل، يعول عليها الطالب أنه يراجع مراجعة سريعة عشان الطالب يقدر يتذكر أكثر، يراجع من مادة واحدة ما يراجع من أكثر من مادة، لأنه هذا الأستاذ له أسلوبه وهذا الأستاذ له أسلوبه، فلما أدرس من هنا وأدرس من هنا وأدرس من هنا أنا بتشتت. خليك أدرس من مصدر واحد بحيث أن المعلومة تضلك أنت متذكرها والعقل سهل عملية استرجاعها. هذه مسألة. المسألة الأخرى اللي احنا ممكن نركز عليها حل أسئلة الدرس عشان أنا أقدر أتأكد أنه أنا درست صح، حل أسئلة الكتاب. فكل ما أنت قدرت تحل أسئلة الكتاب معناه أنه أنت درست صح. إذا أنت أجبت الأسئلة بإيدك وبخط إيدك وأجبتها صح يعني أنت درست المادة صح. المسألة الأخرى التكرار، كل ما الطالب كرر المعلومة كل ما زاد من حفظها وزاد من تركيزها وأبعد عن التشتت، لكن الحفظ السريع ينسى بسرعة، ما يحفظ بسرعة ينسى بسرعة، لذلك التكرار دائما بيحفظ الشطار زي ما بيقولوا، فعشان هيك التكرار دائما بثبت المعلومة. المسألة الأخرى يحاول الطالب عشان يضل يتذكر ما يسهر، السهر بيضيع جزء من الذاكرة وبيشتت من الذاكرة، عشان هيك دائما بننصح الطلاب يناموا في الليل ويصحى في النهار مبكرا ويستيقظ، استيقاظك مبكر بيعطيك نشاط وحيوية، لأن الله عز وجل جعل الليل سبات، الله عز وجل جعل الليل للنوم ولم يجعل طول الليل للسهر وخاصة ليلة الامتحان، الإنسان مش مطلوب منه يسهر. في نفس الوقت اللي هو عشان أنا أظل أتذكر وما تتشتت الذاكرة بدي أحافظ على وقت النوم، كذلك اللي هو بدي أحول العنوان لسؤال، لو أنا شعرت أنه أنا متشتت في هذه الفقرة ومش عارف أنا إيش، أنا مش عارف إيش قاعد بحفظ، فحول الفقرة هذه لسؤال، وممكن كيف ممكن السؤال يجي عليها، انا ايش المعلومه اللي ممكن استخلصها منه، لكن انا طالما انا في وقت قبل الامتحانات ومعيش وقت كبير فيا ريت ادور على الملخصات والمراجعات بحيث اني اقدر استحضر اكبر كم ممكن من المعلومات في هذا الوقت القصير. كذلك المراجعه السريعه قبل النوم، المراجعه السريعه قبل النوم ايش بتعمل؟ بتعمل عمليه تخزين في الذاكره اللاواعي، الانسان بضل طول الليل عقله يخزن المعلومات اللي هو راجعها قبل النوم، فعملية المراجعة قبل النوم تعمل بتزير عقله اللاواعي طول الليل يخزن في هذه المعلومات، فبصير الصبح لما براجع المعلومات بصير سهل جدا عليه أنه يستحضر هذه المعلومات ويتذكرها. كذلك اللي هو الحفظ، ما يركن الطالب أنه والله أنا حافظ وخلص، لا بدي يسمع، يسمع لأخوه يسمع لأخته في البيت أنه أنا أتأكد أنه هذه القصيدة أنا حافظها، هذه الآيات القرآنية أنا حافظها، أو يحاول يكتبها بخط إيده ويتأكد أنه هو حافظها حفظ سليم ولا أنا حافظ حفظ عشوائي، ويحاول يعمل كلمات مفتاحية. يعني اليوم أنا في الامتحان بتلاقيني في كلمات أذكر فبكتب كلمات مفتاحية بحيث أنه أنا أتذكر وبعدين أبدأ من عملية الشرح. كذلك المسألة الأخرى اللي هو التركيز أثناء الدراسة، كل ما الطالب كان مركز أثناء الدراسة ومركز على دراسته كل ما قدر يستحضر هذه المعلومات استحضار جيد، فتركيزك على الكلمات المفتاحية، تركيزك على الكلمات في عدد وأذكر ووضح، فهذا بيعطيني فرصة أنه أنا أسترجع المعلومات، وخاصة إذا أنا كنت حاطط خطوط عريضة على الكلمات الرئيسة والمفتاحية في الحل.